سوء الخيامية أو قصبة رضوان. جايز تكون عارف المكان وسمعت عنه قبل كده، لكن اللي كتير جدا ما يعرفوهوش إن المكان ده مش مجرد سوق أو منطقة تجارية، ده أثر عمره 368 سنة، يعني تقريبا 3 قرون ونص. المكان حكايته بدأت لما قرر الأمير رضوان بيك الفقاري إنه يبني سوق مساحته 2600 متر، وبنى فيه البيوت والحوانيت اللي هي محلات الخيامية اللي كلنا عارفينها. وبيقولوا إن المكان ده كان فيه أكتر من 12,000 محل متوزعين ومنتشرين على شكل متفرع شبه القصبة الهوائية، وعشان كده سموه برضو قصبة رضوان. ورغم التاريخ والحضارة اللي موجودة في كل متر في المكان ده، إلا إنه للأسف الشديد مهدد بكارثة ممكن تضيع كل مبانيه التاريخية، لأن البيوت والمشربيات دي كلها مسنودة على ألواح خشب ومعرضة إنها تنهار في أي لحظة. ده غير محلات كتير وقعت وبقت كوم تراب فعلا. في الثمانينات وزارة الآثار خدت قرار إنها ترمم المكان، وبالفعل رممت جزء كبير من محلات سوق الخيامية اللي موجودة دلوقتي وعارفينها كلنا، وسلمتها للتجار في التسعينات. لكن الغريب إن كل اللي عملته مع البيوت إنها سندتها بعمدان خشب هي اللي سنداها لحد دلوقتي. ومع مرور السنين ضاعت نقوش جميلة ومشربيات أجمل، وتحولت أجزاء كتير من قصبة رضوان لبيوت أشباح وأثار مهملة ممكن نفقدها كلها في أي لحظة، ونخسر تاريخ وحضارة 3 قرون، ونقعد نقول يا ريتنا يا ريتنا لحقنا سوق الخيامية.